اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. وزي ما انتم متعودين كده وكل يوم ثلاث بنستنى هذه الفقره على احر من الجمر. ليه؟ لان دايما هذه الفقره تبقى مليئه بالكواليس والاسرار، وضيفنا دايما هو متعود على ان هو يعرف الكواليس والاسرار والدنيا ماشيه ازاي واتجاهاتها ازاي. وخلال اليومين اللي فاتوا سواء في افريقيا او حتى على المستوى المحلي، الاحداث كتيره والمتغيرات كثيره، وممكن واحنا شغالين تحصل حاجات كتير بكره بعده بعد اسبوعين في اجتماع المكتب التنفيذي في الكاف الدوري المصري الفترة اللي جاية، اللجنة المؤقتة، لجنة الحكمة اللي تم تشكيلها من وزير الشباب والرياضة. في تفاصيل كتير عن نقاشها في خلال هذه الفقرة إن شاء الله بإذن الله، حاول أقدم لكم معلومات جادة بالنسبة لهذه الفقرة الهامة جدا. بيشرفني بينورني الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ أحمد عويس. ابو حميد ازيك وعامل ايه؟ الحمد لله، ازيك يا محمد، ومبسوط ان انا معاك على شاشة قناة الاهلي للقاء الاسبوعي. الله يخليك. ومبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لجماهير الزمالك، ومبروك لجماهير بيراميدز، ومبروك يعني هارد لك لجماهير المصري، تعادل مخيب. ولكن ثلاث فرق مصريه حققوا الفوز ويبقوا على اعتاب الوصول لنصف نهائي البطولتين الكبار في افريقيا. الحقيقه ده حاجه كويسه للكره المصريه، نتمنى ان هي تكمل لحد الاخر ونشوف اطراف مصريه كتيره في النهائي. وطبعا اتمنى ان الاهلي يكون بطل دوري ابطال افريقيا السنه دي يا رب باذن الله. طيب هبدا معاك بابرز حدث في التوقيت الحالي، مباراه العوده مع سان داونز. لكن مشهد مباراه الذهاب 2-0، حضور جماهيري مميز، شكل الاهلي في البطوله الافريقيه في هذه المباراه تحديدا تقدر تقول انطلاقه وبدايه للمرحله اللي جايه. الحقيقه يعني انا بس خلينا الاول نبدا الاول بدايات ان احنا زي ما بنهاجم او مش بنهاجم، زي ما بننتقد الامن في المباريات اللي قبل كده، لازم نشكر الامن في المباراه دي على التنظيم، على الدخول، على الوجود 50,000 او 60,000. انا شايف ان الجمهور الاهلي كان كتير جدا، في العدد على الدخول السهل، والناس ما كانش في مشاكل. ونشكر جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي قدمت صوره رائعه في المباراه، وكان مشهد رائع جدا وجود العدد ده من الجماهير بيقف جنب الفريق. 45 دقيقه الشوط الاول الاهلي ما كانش يعني مستواه، الشوط الثاني 45 دقيقه فريق ثاني خالص. زي ما قلت لك يا محمد الاسبوع اللي فات، ان انت بدايه المكسب ان انت طول الوقت الصفر بتاعك يفضل صفر. مظبوط. يعني انا قلت لك طول ما احنا صفر، طول ما انا نفسي مطمن، يعني حتى لو المباراه خرجت بالتعادل السلبي برضو هبقى عندي امل كبير طول ما انت. وده الحقيقه اللي خلى لعيبه الاهلي بداوا بعد الهدف الثاني يتحفظوا يعني شويه، النتيجه شويه، لان 2-0 مختلفه تماما عن 2-1. اكيد. عشان كده طول ما انت شبكتك نظيفه، طول ما الموضوع بيبقى بالنسبه لك في مباراه العوده اسهل نسبيا، مش اسهل، عندك يعني عندك تفوق فرص وحلول، لان انت لو دخل فيك جول 1-0 يطلعك. انما انت 2-0 هو محتاج جولين عشان يلعب معك ضربات جزاء، ومحتاج 3 جوان عشان يطلعك، فالموضوع صعب مش سهل. نروح لمباراه الذهاب اللي هتتلعب يوم السبت، واتغير ميعادها من 6 ل 3. مباراه العوده قصدك؟ مباراه العوده اسف. اللي اتغير ميعادها من 6 ل 3 عشان النور بيقطع. والحقيقه انا اول مره اسمع انه دوله كبيره زي جنوب افريقيا نظمت كاس عالم النور بيقطع فيها. احنا حاولنا نتاكد من المعلومه دي، كان معانا محمد سعد طبعا ده كبير الاهلاويه وعمده المصريين في جنوب افريقيا من حوالي اكتر من 10-20 سنه، واكد لنا المعلومه فعلا ان النور بيقطع. قال لنا في مشاكل في بريتوريا الفتره الاخيره في موضوع انقطاع القرار، ممكن توصل ل 8 ساعات و10 ساعات، فعشان كده احتياطيا يعني فضلنا المباراه تتلعب الساعه 3، في ظل ان حتى الكاف كان عايز المباراه تتلعب الساعه 6. عشان الجو التسويقي الماتش مازين بالساعه 3 بالظبط، كان مازين ب 3 الاهلي 6، النجم والوداد 9 طبقا. والحقيقه عن لو القناه صاحبه الحقوق لو اتدخلت وقررت ان الماتش يتلعب الساعه 6 كان الماتش يتلعب الساعه 6 على فكره. بس الملعب كان قالوه ما فيش ملعب تاني في بريتوريا، الملعب كان يتلعب في جوهانسبرج. لا ما هو انا كنادي سان داونز معقلي الرسمي معقلي في بريتوريا، يعني يا خلاص ماتش 3 والاهلي سافر بدري عشان كده. فالحقيقه برضو انا وجهه نظري ان احنا لعب بتحفظ من البدايه هيبقى خطر، لازم نبدا في بدايه المباراه نبحث عن هدف. احراز الاهلي الهدف في بدايه المباراه اعتقد هيقتل المباراه تماما وخلاص هيقتل اي امل لفريق سان داونز في العوده، وبعد كده نتحفظ براحتنا. يعني اتمنى انه المباراه اللي جايه صعبه، ما نرتاحش لنتيجه 2-0 اكيد. لازم نحافظ، وان شاء الله ان شاء الله يعني انا متفائل ان احنا ان شاء الله في نص النهائي يا رب مع اوداد الامه بقى، ونشوف يا رب ان شاء الله هتبقى موقعة قويه جدا. تأكيد كلنا بننتظرها وحتى المغاربه بينتظروا ان شاء الله. انا مش فاكر الجدول، هل المباراه الاولى هناك في رمضان؟ المباراه الاولى هناك والعوده هنا، والعوده هنا في مصر ان شاء الله في ابريل 1 مايو و7 مايو. ايه ده متاخرين ليه في رمضان؟ طب ليه؟ عشان في كاس افريقيا للمحليين في شهر ابريل في الكاميرون، فراح على السيمي فاينال والفاينال لشهر 5، والنهائي 29 25 5 اعتقد في الكاميرون.
بنسبه كبيره عندك. اعتقد انه هيبقى في الكاميرون بنسبه كبيره عشان يخرجوا من هوسه التوازنات لو فضلوا. طيب اوكي، المستوى الفني في مباراه الذهاب يعني رصدته ازاي؟ شفت مشهد اداء الفريق في هذه المباراه ازاي؟ لان كمان مش فكره الاداء الفني والتكتيك بس، لا الروح، الرجوله، اللعب باصرار، حضور الجماهير ومؤازره الجماهير ومسانده الجماهير، رصدت المشاهد دي ازاي؟ بص، هو في مشهد في الثانيه 20 من المباراه. أيوة. هو مشهد المباراه يعني. انا في مشهدين الحقيقه، هو مشهد كان في ماتش الزمالك ماتش الاهلي، الثانيه 20 حمد الهوني بينفرد بابو جبل، ابو جبل بينقذها وبيحافظ الزمالك على شباكه النظيفه بعد 20 ثانيه، هدف في اول 20 ثانيه كان هيعمل مشكله كبيره للزمالك. النادي الاهلي بعد 20 ثانيه محمد الشناوي بينقذ انفراد واضح وصريح لمهاجم جنوب افريقيا كان هيصدر ضغط مرعب طبعا للاعيب النادي الاهلي. الحقيقه انه بعد كره الثانيه 20 وبعد الفاول اللي هو اللي اتلعب بين ياسر ومتولي اللي كانوا مرتبكين شويه في البدايه عشان ما لعبوش بقالهم كتير جنب بعض، اول مباراه لعبوها بعد ما لعبوا ماتش السوبر اللي في اغسطس، فالحقيقه كان في ارتباك شويه، ولكن بعد الكره دي الحقيقه الثنائي قدم مباراه ولا اروع. الحقيقه ما فيش كوره راحت للشناوي، اعتقد الشناوي في حالته دي بقى مطمن فعلا جميل الاهلي، لان انت المباريات الكبيره بتتلعب على الحاجات دي، هي هفوه ممكن تخلص الماتش. انت لحد الدقيقه 54 كان ماتش مقفول، سان داونز قافل كويس، ثنائيه علي معلول واجاي هي اللي فكت الماتش، انت دفاع صعب، واعتقد انه مستوى الاهلي من اخر الشوط الاول لحد النهايه كان مستوى رائع ومقبول جدا لجماهيره، وكان يقدر يجيب تاني وثالث وثالث ورابع، ولكن التحفظ زي ما قلت لك يا محمد قدروا يحافظوا على نتيجه الهدفين، وكان في كوره في اخر الماتش لو فتحي ما قررش يشوط وعملها بالعرض كان بقى جول ثالث. بالعكس شطه حلوه، شطه حلوه هو اللي عملها عرض، لان كان الشيخ رايح وكان بادجي رايح وكان في 3 4 رايحين، ولكن الحمد لله على الهدفين الحقيقه احنا كنا بنامل فيهم، والحمد لله ربنا يكرمنا في العوده باذن الله. فتحي قدم مباراه كبيره قوي طبعا ب 100 راجل في هذه المباراه. بص برضه تاني المباراه دي محتاجه اللعيبه الخبره، محتاجه اللعيبه الكبيره، هتلاقي اللي عملوا الفرق في المباراه اللعيبه الكبيره، هتلاقي مع طبعا حيويه ديانج مع روح ياسر ابراهيم ومتولي، لا الحال الفرقه كلها كانت واقفه على رجلها وقدمت مباراه رائعه، وخلينا نقول انه خبره علي معلول واجاي في الهدفين، خبره علي معلول في الهدف الاول وخبره اجاي في الهدف الثاني والانطلاقه اللي خدها منه بادجي بعد كده وعمل ضربه الجزاء، الحاجات التفاصيل الصغيره دي هي اللي تحسم الماتشات الكبيره. حقيقي الماتشات الكبيره في تفصيله صغيره، يعني انت نرجع لمباراه الترجي، الاهلي والترجي 3-1، انت في الدقيقه 47 الترجي بيحرز هدف هو اللي قلب المباراه، هو اللي قلب المباراه كلها، هو قلب المباراه تماما، الشوط الاول كله ما كانش عارف يعمل اي حاجه خالص، هي في غفوه تفصيله صغيره، انطلاقه ورا الدفاع الاهلي اتلعبت بالعرض، اتحطت الماتش اتقلب تماما، انت بدل ما تخرج الشوط الاول التعادل 0-0 تبدا في الشوط الثاني تبدا تغير من اسلوبك وتبدا تهاجم شويه وتحاول تحرز هدف، انت بتحاول بقى تامن عشان الهدف الثاني ما يدخلش فيك فدخل الهدف الثاني فالماتش اتقلب، عشان كده بقول لك التفاصيل المباريات الكبيره بتلعب على التفاصيل، فالتفاصيل الصغيره دي عارفها اللعيب الكبير لانه مر بيها كتير. مره واثنين وثلاثه واربعه، يعني فتحي مر بده مع المنتخب ومر بده مع الاهلي ومر بده في احتراف، مر بده كتير، فعارف انه اي في كوره يعني التفصيله صغيره جدا بكماني في الدقيقه 89 اتلعبت الكوره ورا فتحي فرايح انفراد فتحي شده فاول، فاول تكتيكي لو فتحي خاف بقى من انذار او ما كانش عمل ده، ولكن هو لعيب فاهم وعارف ان كوره زي دي في توقيت زي ده تعمل مشكله، فعمل فاول في نص الملعب وخلص الموضوع بدري. حتى كمان فتحي مع سيرينو اللاعب الاوروجواياني لعيب سريع جدا وقوي جدا وكان عايز يخطف هدف، هو الحقيقه اللي سيرينو ده هو مفتاح لعبهم أكيد. وهو الخطوره الكامله على الاهلي، اعتقد انه هناك لانه زواني انا ما شفتوش في مباراه القاهره، هو كان موجود في ماتش مصر بس يعني ماتش الاهلي الحمد لله ما ظهرش انما زواني اسم انما سيرينو هو المزعج جدا خاصه لو ليه مساحات وانا وجهه نظري انه اعتقد انه ممكن ما اعرفش هل ده هيبقى حقيقه ولا لا، انه اعتقد انه ايمن اشرف ممكن اللي يبدا مباراه العوده عشان يقفل المساحات في ظهر في المساحات اللي ممكن سيرينو يجري فيها زي ما حصل في ماتش الهلال، وايمن اشرف قدم مباراه من افضل مباراته مع الاهلي الفتره الاخيره. طيب المشهد كمان المهم نتكلم فيه فكره ان المسانده الجماهير كلها طول ال 90 دقيقه، يعني انا كنت موجود في الاستاد ال 90 دقيقه بالكامل الجمهور ما سكتش. طبعا ما هو انت عارف ان وده مشهد ما ينفعش نعديه كده. طبعا لانك عارف ان فريقك محتاجك، عارف ان الماتش صعب، عارف ان انت لازم تقف جنب الفريق، عارف ان انت كل ثانيه بتعدي في المباراه
وانت 0-0 هي خطوره على الاهلي. لما بتجيب الجول الثاني عارف ان الثانيه اللي جايه لازم تجيب جول ثاني، عارف انت لازم تجيب جول ثالث، فمسانده جماهير الاهلي للفريق لحد ما الحكم صفر في نهايه المباراه الحقيقه كانت رائعه. والحقيقه ده اللي انا طول الوقت بقول عايز اقوله، انت احنا بنروح الناس بتدخل الاستاد بدري قوي، بتقعد قبل الماتش 3-4 ساعات تقعد تهتف وتغني وبتاع، يجي الماتش يبدا كان الماتش بيتلعب مفيش جمهور، خلاص ضيعت كل مجهودها في التشجيع. جمهور الاهلي المره دي لا كان مختلف فعلا، كان مختلف، سكتوا وبداوا مع صفاره الحكم، بداوا التشجيع وقفلوا مع صفاره الحكم. واتمنى ده يحصل من جماهير مصر كلها مع المنتخب ومع الفرق الثانيه ومع ومع، عشان هي دي الكوره اللي هي طبعا احنا عشان اجراءات الامن الناس بتروح بدري وبتاع، خلاص ندخل بدري بس نضيع وقتنا في كلام وفي رغي مع بعض وبتاع، ولما الماتش يبدا نبدا نشجع من بصفاره البدايه لصفاره النهائي اكيد. طيب سفر الاهلي مبكرا الى جنوب افريقيا، يمكن حتى الاهلي كان على نفس طياره العوده لفريق سان داونز، يعني بعد المباراه يوم الاحد الفريق كان مسافر بالليل وصل فجر الاثنين هو وسان داونز في نفس التوقيت. سفر الفريق مبكرا والجزء اللوجستي والجزء الاداري ده اكيد ليه تفاصيل معينه عشان مباراه السبت تبقى واصل لمرحله زيك زي الفرقه ما تبقاش انت غريب عن المكان. انت بقالك كتير ما بتلعبش 3 الظهر، انت الماتش الوحيد اللي لعبت 3 الظهر السنه دي اعتقد كان بلاتينيوم واسوان. بلاتينيوم في الجو الحر لما الجو صعب جدا، الجو صعب واعتقد ان هو بريتوريا هيبقى الموضوع تقريبا نفس الموضوع يعني اقل شويه لان درجه الحراره هناك حوالي 25-26. فانت كنت تايه قوي في ماتش بلاتينيوم بسبب الجو، ففكره السفر بدري تعود اللعيبه على الاجواء، تعود اللعيبه على التمرين الظهر، النفس يبدا يتظبط، انه يبدا اللعيبه تظبط نفسها على ان هي تلعب 90 دقيقه في التوقيت ده. يعني ده حصل لنا المره اللي فاتت لان سافرنا قبل الماتش بيوم تقريبا، ولما لعبنا ماتش الساعه 3 لحد دقيقه 45 الاهلي ما كانش موجود. سافرت وصلت الاربع اتمرنت خميس جمعه، الماتش كان السبت، كان الماتش كان السبت. فانت اتخطفت، فالمره دي لا مش هتتخطف، انت مسافر بدري وبتستعد بدري بتتعود على الاجواء بتتمرن. الاهلي هيتمرن حد 2 3 4 خميس جمعه، هيتمرن 6 تمرينات في نفس التوقيت، وده معدل رائع لتعود اللعيبه على تصحى بدري تفطر تتغدى بالظبط. تعود رائع على يعني على اجواء المباراه والتوقيت اللي هيتلعب في المباراه. فاعتقد انه السفر بدري كويس، واعتقد انه مش هيبقى حتى في ملل لانه الكابتن محمود الخطيب موجود معاهم، موجود بعثه كبيره، فاعتقد انه لا حاجه كويسه ان الاهلي سافر بدري. طيب تواجد الكابتن الخطيب في هذه الرحله شايفها ازاي؟ لا دعم رائع، دعم رائع، ورغم انه الدكتور الطبيب المعالج نصحه انه ما يسافرش، ولكن الحقيقه كان لازم الكابتن محمود يبقى موجود في المباراه دي. انا زي ما قلت لك يا محمد المباراه دي مصيريه للجيل ده في تاريخ النادي الاهلي، يعني للجيل ده طبعا طبعا، لان انت الجيل ده انت الكره حطيته او القرعه حطيته في اختبار تاني، كان ممكن الجيل ده يتحط قدام اي فريق تاني وبيكسب ويروح او يطلع او يخرج من البطوله وكان الموضوع هيعدي عادي. ان القرعه تحطك تاني قدام سان داونز في نفس الدور بنفس الظروف، لازم تقول انه اللي حصل فرصه كويسه، اللي حصل السنه اللي فاتت كان كبوه مش هتتكرر تاني. هم عملوا نص المشوار في القاهره وان شاء الله يوم السبت اللي جاي الساعه 5 هنحتفل كلنا بمشروعنا الاهلي السيمي فاينل، وتبقى بدايه ان الاهلي يعود ويحقق بطوله دوري ابطال افريقيا تاني بعد غياب 7 سنين. حظ الجيل ده كويس انه بيتكرر نفس المنافسه ونفس الفريق اللي هيواجهه في هذه البطوله زي اللي واجهه السنه اللي فاتت. انت لو عندك تحدي عايز تفوز بالبطوله، التحدي ده هتفوز بيه، وفي نفس الوقت عندك تحدي للفريق اللي انت خرجك السنه اللي فاتت. ده حظ كويس للجيل ده اعتقد، صح؟ حظ كويس لو قدروا يحققوا الفوز، وان شاء الله هم قادرين على ده. حظ كويس ان هو الموضوع ما طولش. يعني انت ما طولتش، انت يعني ما فيش طرف الكوره قدرت ترد الهزيمه تاني بعد اقل من سنه. يعني المباراه السنه اللي فاتت كانت في مارس او كانت في فبراير برضو، كانت في نفس التوقيت تقريبا، كانت في مارس في نفس التوقيت. فانت قدرت في خلال سنه بترد الهزيمه تاني وبتقدر توصل على حساب نفس الفريق، مش بنفس النتيجه، ولكن هي في الاخر المعادله انت خروج المغلوب، الفريق اللي قدر يوصل هو طلعك السنه اللي فاتت من دور الثمانيه ايا كانت النتيجه، وانت السنه دي ان شاء الله طلعت من دور الثمانيه ايا كانت النتيجه يا رب باذن الله. طيب سيناريو المباراه هناك ممكن يبقى في مباراه قويه فيها جري فيها تنافس قوي، ولا شايف المشهد الاهلي هيتعامل ازاي مع المباراه دي؟ انا شايف انه انا وجهه نظري انه يجب ان اقول يعني فايلر هيتعامل ازاي ولا فايلر اعتقد انه هيتحفظ طبعا. يعني في البدايه هتحفظ، لان انت خلي بالك انت ماتش الخمسه لانه كابوس، انت في اول ثلث ساعه كان ماتش 2-0، فطبعا انت مش عايز الكابوس ده يحصل تاني. انت كل دقيقه بتعدي من الماتش والنتيجه 0-0 انت بتقف على ارض صلبه، بتقف على ارض صلبه وبتاخد خطوه للامام في الوصول لدور النص النهائي. فاعتقد ان فايلر هيبدا متحفظ، مع مرور الوقت في المباراه هيبدا يتخلى عن تحفظه ويبدا يبحث عن هدف هيقتل المباراه تماما ويقتل فرص صعود سان داونز. انا وجهه نظري انه لازم يبدا مهاجم، لان سان داونز فريق بيلعب كوره، لو سبت له الكوره وسبت له المساحه هيزعجك، هيعملك ازعاج.
انت لما ضغطت على سان داونز في المباراه هنا الحقيقه انه دي اقل معدل تمريرات لسان داونز في البطوله حقيقي. اقل استحواذ في البطوله، اقل معدل شوط على المرمى في البطوله. انت لو ضغطت عليها هيغلط، وهم دفاعهم الحقيقه على قده جدا، دفاع هشه شويه وفي غيابات كمان فانت لو ضغطت عليهم وقدرت تعمل زي اللي عملته في القاهره على الاقل في اول ثلث ساعه هتقدر ان شاء الله تخطف هدف وتريح نفسك تماما بقى تلعب ماتش سهل. يعني انت من انصار انت تاخد الاسبقيه طبعا، تاخد المبادره. ما هو انت ما تديش فريق زي ده مبادره. انت اصلا انت المباراه بالظبط عامله زي ما الاهلي بيلعب فرق من فرق منتصف الجدول هنا. لو الفرقه نزلت وقررت تضغط شويه ممكن تعمل لك ازعاج. انما لما بترجع تلعب في ثلث ملعبها وتسيب لك كوره وبتاع، فانت مع الوقت مع كتر يعني بتبدا كتر الكوره والهجمات وبتاع بتبدا الدفاع يفك، لازم هيغلطوا فما تديلوش الفرصه دي. انا وجهه نظري يمكن دي غلط، ويمكن فايلر عنده سيناريو تاني للمباراه. يعني مثلا مانويل جوزيه في الصفاقسي في 2006 عمل سيناريو محدش، هو كان محتاج يكسب مظبوط، لعب المباراه بثلاث ديفندرات وفي الدقيقة 40 نزل عماد متعب، نزل عماد متعب بدل اكوتي وبدا يغير، عمل سيناريو مختلف تماما. كان محضر فيلم معين. بالظبط. فاعتقد انه ممكن يكون فايلر راسم سيناريو. هو الحقيقه هو اللي عارف امكانيات لعيبته، هو اللي هيتسال في الاخر وهيتحاسب. احنا في الاخر يهمنا النتيجه وان الاهلي يبقى في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا 2020. طيب بما انك راجل صحفي بقى وقديم في المهنه وعارف التفاصيل المتعلقه بتصريحات المدربين اللي بتبقى قبل اي مباراه، فكره تعامل الاعلام المصري مع تصريحات بيتسو موسيماني انت شايفها يعني تصرفات ايجابيه، او يعني التعامل الاعلامي في هذه الجزئيه اعلاميا مهنيا صح ولا خطا؟ زي انهي تصريحات؟ يعني مثلا كل تصريحاته في اطار ان هو بيتكلم طبعا على النادي الاهلي كويس وريني فايلر بشكل كويس جدا، بس فكره ان احنا بنسعد جدا بالتصريحات دي فبننقلها هنا عندنا في الاعلام عندنا. في المقابل الراجل تصريحاته هناك مع الاعلام في جنوب افريقيا مختلفه تماما عن الاعلام على التصريحات اللي بيقولها الاعلام المصري. يعني هناك لما وصل تصريحاته في الاذاعات هناك لجنوب افريقيا بيتكلم على فكره ان المباراه صعبه جدا، ال 2-0 دي بالنسبه له عكس السنه اللي فاتت، فبالتالي هيحاول يلعب على ان هو يجيب الهدفين ويعدي ويعمل كذا وكذا وكذا بالنسبه للمباراه. الحضور الجماهيري طلب الجماهير تكون موجوده بشكل كبير عشان تعمل مباراه كبيره او تعمل مسانده كبيره لفريق سان داونز. تصريحاته بقى مع الاعلام المصري عكس كده. المباراة صعبة جدا، مش عارف اجيب هدفين، الاهلي يقدر يتأهل بكل سهولة، الاهلي اسم كبير، فايلر اسم كبير، عارف انت اللي فيها التصريحات دي بيقولها من اول، يعني من وقت ما كان بيلعب الزمالك في النهائي وبيقولها دلوقتي اللي بقالها السنة اللي فاتت. خلاص التعامل الاعلام بتاعنا مع الحاجات دي هو اصل تصريحاته بتتنقل. انت مهما كان تعامل الناس، انت في تعامل الجماهير مع الموضوع وفي تعامل الجهاز الفني ولاعيبة النادي الاهلي مع الموضوع. اعتقد انه لا الجهاز الفني النادي الاهلي ولا اعضاء النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي ولا اي حد ينتمي للنادي الاهلي شايف تصريحات موسيماني. كل الناس، انا واحد من الناس شايف المباراه اللي تلعبها صعبه. اللعيبه اكيد عارف ان المباراه صعبه، مفيش مباراه سهله في الكوره اكيد. انت لو بتلاعب فريق درجه رابعه وكسبان و5-0 وقررت تتهاون ممكن تخسر. منتخب مصر قبل كده لعب قدام اثيوبيا، منتخب كان مدرب كابتن حلمي طولان على ما اعتقد، وكسب في مصر 5-0 صح، وراح هناك اتغلب 5-0 وكسب ضربات الجزاء الترجيح. يعني مفيش لا ما هو انت اصل انت بتتكلم على المباراه دي، كان ماتش كوره. منتخب مصر الشباب بقياده كابتن شوقي غريب في 2001 خسر من الارجنتين 7-1 تقريبا 7-1 وكان متقدم 1-0 بعد 3 دقائق وخد البرونزيه في الاخر. فالحقيقه نتيجه ماتش لا هي مقياس انت هتعمل ايه ولا هي مقياس اللي جاي ايه. المقياس مستواك وادائك في الملعب. لو انت مستواك وادائك في الملعب واقف على رجلك وكويس، لا ما يفرق معانا موسيماني ولا يفرق معانا اي حد، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. الحقيقه ده اللي فارق معايا، ان انا اعدي، يعني اعدي بقى بفوز، اعدي بتعادل، اعدي بهزيمه 1-0، المهم ان انا اعدي دور الثمانيه. لانه الحقيقه هو انا ماتش مصيري، يعني ماتش مصيري فعلا، هو زجاجه بالنسبه للموسم على فكره. بالظبط كده، مش البطوله، بالنسبه بالزبط للموسم كله، لانك الدوري انت تقريبا يعني خلاص، يعني انت 6-7 ماتشات وتحسمه. انت بتتكلم يعني في الاهلي دلوقتي في 48 نقطه وعنده طلائع الجيش اعتقد بدايه الدور الثاني. اول مباراه يوم الاربعاء، يوم الاربعاء يوم 11/4، بعد كده هيلعب ماتش مؤجل قدام امبي، عنده ثلاث اربع ماتشات كده في الدوري. هتلاقيه على توقف 23 مارس مع المنتخب، هتلاقيه وصل عنده 4 ماتشات، هتلاقيه وصل ل 60 نقطة ومحدش هيحصله، يعني هتلاقي الفرق بينه وبين الفرق اللي وراه 20 أو 25 نقطة. أكتر من 20 نقطة مثلا. أكتر من، وهتلاقي المقعد يعني على ما ترجع من التوقف كل ماتش الدوري خلص. فأنت الحقيقة هي دي عنق زجاجة بالنسبة للموسم. فأعتقد إن هي مباراة مهمة جدا. طيب حكم المباراة
هو جزء اساسي ورئيسي من المباراه. وكنت بتكلم في فقره الانترو وانا بختم الفقره على فكره اختيار بكاري جسامه لهذه المباراه، ووجهت الرسائل للناس او شرحت شويه تفاصيل متعلقه بالناحيه الخبريه للمعلومات اللي احنا عارفينها في فكره الحكام حاليا في الاتحاد الافريقي ازاي بيتعاملوا مع المباريات الكبيره والحاسمه، وفكره متابعه الاتحاد الدولي ليهم. بما انك راجل صحفي ومتابع الشان ده كويس جدا وعارف تفاصيل فيه اكتر، متفق معايا في الكلام اللي اتقال ولا شاف اختيار بكاري جسامه؟ طبعا، وانا قلت لك يعني انا قلت لك قبل الهوا، قلت لك انا المعلومات اللي عندي اللي ما ينفعش اقولها على الهوا، ولكن بكاري جسامه زيه زي كل حكام النخبه في افريقيا محطوطين تحت عين الفيفا. الفيفا هو اللي بيعين دلوقتي كل الحكام اللي بتدير مباريات دوري ابطال افريقيا او مباريات المنتخبات، واي حكم هيغلط او هيبقى متعمد انه يغلط مش هيبقى ليه دور خالص الفتره اللي جايه. الفيفا بيدير ملف الحكام في الكاف كاملا. بكاري جسامه خلينا نكون بعيد بقى عن كل اللي عمله معانا قبل كده مع الاهلي ومع المنتخب او مع الانديه، من احسن حكام افريقيا، وده يعني الحكم رقم واحد او اثنين على قائمه الحكام في افريقيا. وجوده وهو في حالته بدون اخطائه اللي بيعملها في مصلحه النادي الاهلي مش ضدها. يعني انا مش مع انه بكاري جسامه، لا بكاري جسامه انت عارف يا محمد انت راجل مطلع جدا على الكره الافريقيه والشان الافريقي، انت عارف ان هو من حكام النخبه رقم واحد، رقم واحد في افريقيا. وفي الظروف اللي احنا فيها دي هيدير مباراه بشكل حيادي جدا، ومش هيقدر لان الفيفا حاطه عينها على ال 20 حكم، انت عارف ال 20 حكم اللي بيلفوا ودوروا دلوقتي على افريقيا، واداء الحكام التانيين اللي هم بيلعبوا جنبه او اللي بيلعبوا تحتيه هيسبب له احراج. هيعدوه لان جوميز عامل مباريات جيده، رضوان جيد عامل مباريات جيده، حتى الحكم اللي حكم مباراه الاهلي هنا نداله عمل مباراه رائعه. والحقيقه ضربه الجزاء بتاعه بادجي ما يجيبهاش غير حكم، يعني انت لو خدت بالك من الكادر والكره بتتعاد ورا الجون في شنكله في الانكل، شنكله في انكل رجله، والحكم باصص رايحه من تحت، رايحه من تحت صح، رايحه على رجل وما لما ترددش وراح وصفر. والكره حتى اللي كان فيها شك بتاعت مجدي قفشه اللي هي في الشوط الاول هو كان قدامها. على راسهم قدامهم، فالحقيقه ما تقدرش تقول انه مخطئ فيها لانه هو قدامها تماما، لانه الكره كان على راس الاثنين لعيبه. فالحقيقه حتى نداله الحكم اللي مش معروف واللي مش مشهور عمل مباراه رائعه في مباراه ال، وكمان في نقطه تكمله لكلامك انا قلت حتى فقره الاخبار، يا جماعه خدوا بالكم الحكم الكونغولي اللي كان بيدير مباراه الذهاب رئيس لجنه الحكام سيليستياني رواندي بنفسه كان موجود مراقب. مفيش هزار، يعني مفيش هزار خلاص. وسط خناقه الفيفا مع الكاف الحكام عارفه انه اي حد هيتفرم في النص صح، لان الخناقه مطوله، يعني الخناقه مطوله شويه، ففي وسط الخناقه دي اي حكم هيدخل في وسطهم هيتفرم وعايز يضمن عقد محترف في الفيفا. مفيش حق. وبعدين في المفروض ان كان هيتعمل في مارس معسكر للحكام في قطر بس اتاجل لحكام النخبه الافريقيه، فكل واحد عايز يدخل المعسكر ده لان 2022 كل واحد بيلعب عليها. وبكاري جسامه من الناس المرشحين وحكم رقم واحد في افريقيا مظبوط، فاعتقد انه مش هيضحي بكل ده عشان يجامل فريق وهو عارف انه ممكن كل حاجه تضيع بعد كده. هو عارف كمان ان في سبوت عليك كبير جدا فعلا. والناس بتتفرج والناس هتشوف، لان يا يبقى حكم محترف صحيح، يا يبقى بقى يفضل جوه القاره الافريقيه شغال مع الناس اللي بتتعامل مع النادي الاهلي كمان هيبقى هيبقى ليه نتيجه، لانه اعترض وقال ان انا خايف من الحكم ده، فالحكم نفسه يبقى عامل حسابه على انه اي خطا حتى لو هو مش متعمد او قاصد هيبقى لا انت قاصد، فالحقيقه هيبقى لا هيأدي مباراه رائعه اعتقد. بس النقطه الوحيده اللي خايف منها ودي شخصيه بكاري، وده انا عرفتها حتى من الحكام القريبين منه، حكم عنيد. يعني لو جوه الملعب، جوه الملعب انت عارف ان هو عنيد، تعرف انه عنيد من ايه؟ مباراه العوده السنه اللي فاتت بين الاهلي وسان داونز. هو عشان حكم عنيد وعارف ان الاهلي داخل الماتش محتاج يكسب كتير، فبدا يعند مع الاهلي وجماهيره لدرجه انه كان في ضربه جزاء وحاله طرد اول مباراه لوليد ازارو ما حسبهاش كانت هتتغير تماما من المباراه. هو بعد كده قدم مباراه رائعه الحقيقه، ولكن في البدايات هو فعلا حكم عنيد، ونتمنى العين ده يكون في معانا يعني ما يبقاش. تعامل اللعيبه مع المشهد ده مهم جدا من اساسيات شغل الجهاز الفني كمان طبعا، انك تحسس الحكم ان هو مش خصم ليك. يعني عارف انت التعامل النفسي مع الحكم في المباريات الكبيره اللي زي دي، لو هو جاي عليك وضدك ازاي تكسبه؟ من بدري. ازاي تكسبه في صفك؟ يعني ما تتحدهوش من بدري، يعني ما تروحش من بدري تعترض وتحسسه ان انت طول الوقت معترض على كلامه، لا خليه الماتش يمشي سهل، لو الماتش مشي سهل منك هو هيمضي الحكم يمشي سهل. ما تبقاش طول الوقت محسسه ان انت متحفز، لا انت ضدنا، لا انت ضدنا، طب انا ضدكم واللي عندك اعمله زي ما بيقولوا يعني. كمان اعتقد انه يعني ان شاء الله بكاري مش هيبقى وحش يعني. عايز اقول لك تاريخه مع الاهلي في المباريات الافريقيه، البدايه كانت ماشيه كويس، ما حدش كان حاسس بيه. يعني في 2011 ادار مباراه الرجاء الوداد البيضاوي والاهلي انتهت 3-3،
وبكاري سامح حسب ركله جزاء للنادي الاهلي سجل منها كابتن وائل جمعه هدف. دي كانت البدايه. المباراه 3-3 كانت في الكليه الحربيه، كانت بدون جمهور. 2012 الاهلي واستاد، انا المباراه دي كنت في الطياره رايح كولومبيا، كولومبيا كاس العالم، لان اتفرجت على، انا فاكر اتفرجت على اهداف المباراه دي وانا في الترانزيت في مطار مدريد. كانت مباراه تحصيل حاصل على فكره، كانت مباراه تحصيل حاصل، تحصيل حاصل ساعتها. مباراه 2012 الاهلي واستاد مالي في باماكو 29 ابريل 2012، كانت في الذهاب وانتهت بفوز استاد مالي بهدف مقابل لا شيء. كاس السوبر الاهلي واليوبار في استاد برج العرب، الاهلي كسب 2-1 وكان هو اللي بيدير برضه هذه المباراه. ماتش اورلاندو بايرتس 2013 النهائي اتلعب في استاد الموليه العرب، كان هو برضه حكم هذه المباراه، وبالمناسبه طرد شريف عبد الفضيل في دقيقتين 81 و83، اداله انذار فانذار ثاني. 2015 ادار مباراه المغرب التطواني في المغرب وفاز المغرب التطواني 1-0. مباراه زاناكو في اسكندريه انتهت بالتعادل بدون اهداف. ثم بقى بدايه التركيز مع بكاري جسامه الوداد 2017 بالظبط كده، كانت المباراه اللي كانت واضحه قوي، واعتقد بعد سنه من المباراه دي عرفنا كانت ليه الاجواء كانت في المباراه دي كده. بس هو في المباراه دي هو برده كان محزم المباراه دي، هو معلم يعني، هو الحقيقه هو ما تمسك برده، هو من الحكام اللي تمسكش على غلطه، حكم ذكي جدا هو حزم المباراه جدا جدا وخلى المباراه مقفوله تماما، بس في الاخر ما تعرفش تمسك عليه غلطه، ما تمسكش عليه ضربه جزاء، انما هو هدف انما مثلاً. هو في الاخر هو كان محزم المباراه جدا، انا فاكر المباراه جدا لانه فعلا كان ده دقيقتين وقت ضايع في المباراه وما كملهمش وكان الحقيقه الوضع كان بالزبط. وبعد كده حكم مباراه ثانيه للاهلي، حكم مباراه حريه الغيني انتهت ساعتها فوز الاهلي 4-0 اللي كانت على استاد السلام بالظبط كده. هو حكم، كان حكم بتاع مباراه مصر والكونغو في المؤهله لكاس العالم، ايوه هو حكم المواجهات اللي انت بتبقى يعني بالظبط فيها التفاصيل، وبعدها بساعتين راح حكم، هو كان حكم مباراه الاهلي والوداد وبعدها باسبوع حكم مباراه المغرب وكوت ديفوار. يعني الحقيقه كان حكم تحس ان هو ملاكي، يعني ملاكي صعود مظبوط. انا عايز اقول لك بمناسبه ماتش الوداد وماتش المغرب وكوت ديفوار، الله يرحمه عمرو فاهم، انا فاكر في التوقيت ده كان ليه فيديو شهير اتكلم على فكره ان هو لما بيلاقي الحكم بيتكرر في كذا مناسبه لكذا اتحاد محلي لنادي او منتخب كان دايما بيكلم احمد احمد كان يقول له طب شوف رئيس اللجنه وغيره وشوفه مش عارف ايه وغير، فده كان يدل ان حتى ساعتها ملف الحكام كان بالناس بتتعامل فيه، هو كان الموضوع الحقيقه كان يعني كان صعب جدا وفج جدا يدير النهارده الثلاث مباريات الاهلي والوداد في النهائي وبعدين الثلاث اللي بعده يدير المغرب وكوت ديفوار، مباراه المغرب وكوت ديفوار مباراه كانت فاصله في صعود المغرب لكاس العالم، فالحقيقه كان وضع طيب. على ذكر دوري ابطال افريقيا والتحكيم، تعليقك على الاحداث اللي حصلت في الساعات اللي فاتت بخصوص استقاله معاذ حجي وتعيين مدير التسويق المغربي مكان معاذ حجي وعدم الاهتمام حتى بتصعيد مساعد السكرتير العام، يعني في مساعد للسكرتير العام تم تجاهله وتم تعيين سكرتير عام اخر وهو اصلا بيشغل منصب مدير التسويق. اعتقد ان هو اللي في كونجرس في اجتماع مكتب تنفيذي بعد اسبوعين اعتقد هيعينوا في سكرتير عام تاني. و بص الاجواء في الاتحاد الافريقي ملبده بالغيوم، يعني في مطره كتير هتنزل الايام اللي جايه، ولكن هو اغلب الاراء بتقول ان هم عايزين احمد يكمل، احمد في الجمعيه العموميه اللي جاي او في اجتماع المكتب التنفيذي اللي جاي، هيبقى فاضله سنه، هو الانتخابات في مارس 2021. هل هيكمل بقى السنه دي ولا مش هيكمل؟ اغلب اعضاء المكتب التنفيذي عايزينه يكمل عشان يخرج الخروج اللي خدوا خطوات اصلاح في المكتب التنفيذي الاخير في الدوحه الخروج الامن الخروج الامن عايزين يعملوا الخروج الامن عشان ما يبقاش خروج المشهد مش حلو ولكن هو قولا واحدا ما فيش احمد في الكاف بعد 2021، يعني يعني ما فيهاش هزار يعني. لا انفنتينو اللي جايبه مش راضي اصلا وهو اللي عايز يمشيه دلوقتي، ولكن اعضاء المكتب التنفيذي نفسهم عشان شكل الكاف وشكل الاتحاد الافريقي مش عايزينه يخرج بالطريقه دي. بس هل الاعضاء اللي في المكتب التنفيذي او الاعضاء في الكونفدراليه على وفاق مع انفانتينو بحيث ان انفانتينو يختار مرشح او يكون ليه دور في الاختيارات اللي جايه؟ ان المشهد اللي حصل في عدم التجديد لفاطمه سموره ده ياكد ان اعضاء المكتب التنفيذي غير راضيين في التعامل اساسا مع انفانتينو. لا في مجموعه كبيره راضيه يعني في مجموعه كبيره فيها تعاون مع انفانتينو. وتقرير اصل هو التقرير تسريب التقرير كان ليه علاقه بعدم التجديد لفاطمه سموره، يعني ما تجددتش في التقرير، ما تجددتش. وبعدين انت بتتكلم على اعضاء المكتب التنفيذي، انت عندك 54 اتحاد ما هو عيسى حياته كان مسيطر على المكتب التنفيذي تماما. احمد كسبه الجمعيه العموميه بالظبط كده، انت بتتكلم على سيطره على الجمعيه العموميه تختلف تماما على السيطره على المكتب التنفيذي. طب استقاله معاذ حجي اعتقد ان ليها علاقه بالدربكه اللي حصلت، هو معاذ الان بقى له فتره و
وعايز يمشي ودي مش اول مره، دي المره الثانيه او الثالثه على حد معلوماتي اللي هو يطلب الرحيل، ولكن خلاص هو استقر تماما ان هو عايز يمشي وطلب وقدم الاستقاله اول امبارح صباحا، وتم الكشف عنها مساء واتقبلت الاستقاله، وهو يعني كان في مفاوضات انه يكمل ولكنه رفض تماما، واعتقد ان ليه علاقه بالتقارير اللي حصلت. وفي زيارات كمان حاليا للتفتيش على بعض الاوراق في الفتره الحاليه بالزبط. فاكيد حصل، بس حصل صدام بينه وبين احمد ولا الاستقاله؟ لا 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 مفيش صدام، ما حصلش اي صدام لا خالص خالص. طب بالعكس احنا كان عايز يكمل، ما احمد كان عايز يكمل لانه معاذ حسب معلوماتي انه من الاشخاص اللي بيشتغلوا كويس ومن الناس اللي كانت ليها دور كبير في اتحاد الافريقي الفتره اللي فاتت على عكس كل ما يشاع. يعني انا عايز اقول لك في المغرب انقسمت الاراء، الوداديين فرحانين جدا باستقاله معاذ حجي لانه دايما مصنف جوه المغرب ان هو رجائي بيشجع الرجاء بشكل غير طبيعي، جنوني يعني بمعنى اصح. فالوداديين شايفين استقاله معاذ حجي في صالحهم حتى في البطوله الافريقيه. هو برضه فكره انه ما هو عمرو مراد الله يرحمه، يعني عمرو فهمي الله يرحمه، كان من الناس الجميله وكان من احد مكان ده، كان مؤسس التراس اهلاوي ولما بقى في منصبه كسكرتير عام الاتحاد الافريقي كان الترجي خد بطوله افريقيا. ايه الترجي خد بطوله افريقيا بالظبط، الترجي خد بطوله افريقيا وكان مع الاهلي والوداد خد بطوله افريقيا ويعني من الاهلي بالظبط. فعمر ما عملش الاهلي، ما سندش الاهلي في حاجه يعني نهائي، يعني الناس لما بتبقى في مناصب هو سند الحق. بالظبط سند الحق. واللي بيحصل حاليا ده ليه علاقه ان الراجل ده او الشاب ده كان ربنا يرحمه. طيب فكره كمان تعيين واحد مغربي اخر، يعني فكره عبد المنعم مؤقت على فكره، ايا كان لو مؤقت، يعني عبد المنعم با ده اساسا مدير تسويق وكان موجود في بطوله الامم الافريقيه كمدير تسويق للبطوله. فجاه لجنه الطوارئ هي ما بتنعقدش بالتليفون، يبقى هو السكرتير العام خلال الفتره الجايه، ورغم ان في مساعد للسكرتير العام، يعني لو ما المساعد هيقعد 3 اسابيع مش هيحصل حاجه، لكن لما جيب مدير التسويق معرفش. هو لما اتعملت قبل كده كان الاستاذ عصام تقريبا المصري قعد فتره بعد هشام العمراني، قعد فتره كان هو مساعد برضه وقام وقام بالدور ده، ما كانتش الامور مستقره قوي، فهم تقريبا قرروا ان هم يعينوا حد عشان يبقى الموضوع مستقر شويه اعتقد، يعني ما عنديش معلومه عشان ما بقاش بفتي. بس الفكره ان يجي مغربي اخر ده ليه علاقه بلجنه الطوارئ ان فيها فوز لجعه النائب الثالث؟ لا خالص خالص خالص، ما لسه اصل ده مش دائم. لو با دائم كان كنا قلنا انه الموضوع لا ليه علاقه بفوزي، ولكن اعتقد انه مش دائم، محدش يعرف، يمكن يجي المكتب التنفيذي بعد 3 اسابيع ويتعين رسمي وهيجيب مدير تسويق بقى بداله، ولا هيبقى هو اساسا مدرس انجليزي وفرنساوي لحد ما يكون مدرس فرنساوي. طب انا اقول لك على مفاجاه، ما الاتحاد الافريقي ماشي شغال بقى له اكتر من 3 اسابيع من غير مدير شؤون قانونيه. قشطه، صالح قدمت استقاله. هو في 3 استقالات كبيره في الاتحاد وفي ادارات تنفيذيه، يعني في مراسم تنفيذيه كبيره. ما اعتقد انه المكتب التنفيذي اللي جاي هيحسم كل الكلام ده. انا قلت لك يا محمد واضح انه في يعني في مطره كتيره في الكاف في الفتره اللي جايه. هل ده ممكن ياثر على الاختيارات اللي جايه في بالنسبه لبطولات الانديه؟ بمعنى انا فجاه اختيارات ايه، الحكام ولا اختيارات الاقامه؟ اختيارات الملعب، اختيارات الحكام. الملعب بص انا وجهه نظري انه بنسبه كبيره جدا الملعب النهائي دوري الابطال متفق معاك، رايح الكاميرون، رايح الكاميرون عشان يريحوا دماغهم يعني يريحوا دماغهم من الخناقه. متفق معاك، واعتقد انه الكونفدراليه هتروح المغرب عشان يعني يرادوهم يعني، واعتقد اللي هتظلم في الموضوع ده بيراميدز، لان انت عندك بنسبه 90% عندك طرف مغربي هو نهضه بركان غالبا، لانك حتى السيمي فاينال ان حصونات اغادير ونهضه بركان اذا خط المصري قدر الله، فعندك يعني. في طرف مغربي مؤكد في النهائي، فهم هيرادوه يودوا لهم الكونفدراليه عندهم، يعني لان تونس الا لو بقى قرار يودوا نهائي الكونفدراليه في تونس والدور الابطال في. طب تونس لما قدمت على استضافه الملف من وجهه نظرك ايه؟ قدمت زي كل الدول اللي قدمت، يعني لان كان في بدايه الكلام ان في ملاعب مستبعده نتيجه شروط الصحه يعني السلامه والامن، كان من ضمنها ملعب رادس. فجاه الاتحاد التونسي كمان قدم، هو اعتقد بعد الاتحاد المغربي قدم، خلي بالك موضوع كورونا كمان اعتقد انه هيحسم الملف تماما وهيديه الجو، ولا حاسين بيها ويطلع بافريقيا. ده ماتش الزمالك كامل العدد. لا بس في كلام بيتقال انه ممكن تلعب من غير جماهير. عايز اقول لك الناس في تونس بتحارب على ان الماتش كله يكون كامل العدد، وده لاول مره في استاد رادس من ساعه الثوره. اول مره استاد رادس يكون كامل العدد من ساعه الثوره. ماتش الاهلي اعتقد كان كامل العدد. ما كانش كامل العدد، اتساب مدرج فاضي، اتساب مدرج حوالي مساحته 10000 متفرج. وكان ساعتها الترجي التونسي فاكر في مباراه الاهلي كان عايز الساعه الكامله وتوافي له بس على 40-45 ألف متفرج. المره دي انا يعني شايف تصريحات الاتحاد التونسي مع وزاره الداخليه في تونس بيتكلموا على الحضور 60000. بص اعتقد انه الترجي حتى لو حضر له نص مليون متفرج، الترجي في اسوأ نسخه ليه انا شفتها معاك، بس انا بتكلم على فكره الحضور الجماهيري فنياً يعني فنيا الحقيقه فريق ضعيف جدا جدا، انا ما شفتش ترجي في نسخته دي رغم انه في لحد
هدف محمد اوناجم كان مسيطر تماما على المباراه. مظبوط. ولكن لان الزمالك ما كانش جه لسه المباراه. بدايه الزمالك من اول ما احرز الهدف الحقيقه ما شفناش الترجي خالص، والحقيقه ما اتظلمش، والقصه اللي عملت والحكم كان جيد جدا، الهدف الثاني ما فيهوش حاجه خالص، ضربه الجزاء صحيح 100%. مش هنقعد بقى نقول زي الناس اللي بتقعد تعمل افلام، لا الزمالك يستحق الفوز، والترجي كان ضعيف جدا. الترجي حتى في حضور 150,000 اعتقد ان فرصه ضعيفه جدا في الوصول في التاهل، في التاهل، لان فنيا الترجي فقد ثلاثه من اهم لعيبته. انت لما تفقد ثلاثه من القوام الاساسي للفريق، مظبوط، القائم عليهم اللي جابوا اخر بطولتين، التركيبه الهجوميه كامله للفريق، يوسف ليلي وانيس البدري ويوسف وفرانكوم انيس البدري يوسف بليلي فرانكوم الحقيقه فرانكوم ده لعيب بفرقه فرانكوم ده نص ملعب، نص ملعب ما حصلش حقيقة. وانيس البدري يوسف بليلي اللعيبه اللي هي انت متعوضتهم كمان بلعيبه، يعني راس الحربه اللي بيلعب وترى مش لعيب قوي. الترجي بالثلاث لعيبه دول في بدايه الموسم كسب الرجاء في الرجاء 2-1 في اول 10 دقائق، خلص الماتش في اول 10 دقائق، ولكن بعد كده مع رحيل اللعيبه دي المستوى قل جدا. فاعتقد انه حتى لو حضور جماهيري كبير الترجي مش انا مش شايفه، الا بقى لو قرروا يعودوا بمستوى ما حصلش، يعني دي حاجه هتبقى مفاجاه بالنسبه لهم شخصيا. لكن في النهايه اختيار ملف النهائي الكلام كله رايح للكاميرون، لكن فكره المغرب طالبه تونس طالبه ده هيعمل شويه يعني لا هيرادوهم، هيعمل شويه سبايس شويه في الاختيارات، هيرادوهم بالكونفدراليه يعني هيرادوا حد فيهم بالكونفدراليه. واعتقد انا وجهه نظري ان هم هيرادوا المغرب بيدوا لهم الكونفدراليه، لان هم عارفين ان فريق منهم من الاثنين رايح. بس عايز اقول لك اختيار السكرتير العام حتى لو بشكل مؤقت عبد المنعم باه وهو مدير تسويق، ده يخليني في اختيار ملعب نهائي افريقيا ما استبعدش ان النائب الثالث او النائب الثاني فوزي لكجا هيكون له دور في اختيار الملعب. ما اعتقدش، لان لجنه الطوارئ اصل لك على حاجه في مشهد كده بتقراها حتى من غير معلومه، فكره اختيار السكرتير العام ده بيبقى قرار المكتب التنفيذي. انا عندي مكتب تنفيذي كمان اسبوعين ثلاثه، ايه العجله وايه الاستعجال انا اختار اعمل لجنه طوارئ حتى لو تمرير التليفون عشان اختار هذه الشخصيه لاداره الملف؟ وانا وجهه نظري عشان يقفلوا الباب على فكره المشاكل، وواضح انه كمان ان في ناس اللجنه اللي بتحقق في الكاف او اللجنه الموجوده للتدقيق المالي اللي فيفا بعتها واضح انها محتاجه حد شخص رسمي ما يتعامل معاها، فالنائب هي استلمت خلاص وقعدت واشتغلت بالظبط. فاعتقد ان هي محتاجه سكرتير عام حقيقي يتعامل معاها، بس المساعد كان موجود ما يعني ما هعرف اقول لك. طيب ماشي، الثلاث الجاي باذن الله ان شاء الله. طيب الجزء المتعلق بقى بالدوري المصري، هل اللي حصل في مباراه الاهلي والزمالك في مباراه الدوري الفتره الجايه، شايف القرارات اللي اتخذت في هذه الموقف او في هذا الموقف تحديدا هيكون قرار قوي يفرق في استمرار المسابقه وانتظام المسابقه الفتره الجايه؟ طبعا واعتقد بتكلم على ماتش الدوري مش السوبر، ماتش اللي هو ماتش الدوري اللي حصل فيه انسحاب والفوز واعتقد انه خلاص، ما يعني انت اللجنه المؤقته قدرت ان هي ما تتراجعش، الماتش ما تاجلش، الماتش اتعمل انه يتلعب في مكانه وخد القرار سريع وما استنتش. وكل الناس كانت بتقول ان هم هيستنوا لحد بعد مباراه الترجي او مباراه الاهلي وسان داونز وياخدوا القرار، لا خدوا القرار على طول. والمباراه حسب اللائحه زي ما قالوا ثلاث نقط، وزي ما قلت لك الاسبوع اللي فات مظبوط الناس كلها كانت بتقول ست نقط، قلت لك لا الست نقط دول مقسومين ثلاثه وثلاثه، ثلاثه وثلاثه، ثلاثه بتوع الهزيمه والثلاثه اللي بعد. واعتقد انه خلاص وده هيفرض انه ما فيش حد بعد كده بقى هيقول انا هنسحب وانا مش هلعب وانا. بس الماده 46 فيها ثلاث بنود لعقاب الفريق المنسحب، خد واحد واثنين وساب ثلاثه اللي هي متعلقه بالفريق المسؤول او من له صله بالانسحاب. انا كان عندي معلومه انه هيعملوا ده. كان عندي معلومه انه في، انا عشان كده بسالك. كان عندي معلومه انه ده هيحصل ولكن ما حصلش، انه هيبقى في، لانه في خسائر مرتبطه على الشركه الراعيه وعلى عدم اقامه المباراه. عدم اقامه المباراه في خسائر، لانه الاعلانات اللي بتتعمل في 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 وجود المباراه غير الاعلانات اللي بتتعمل في عدم وجود المباراه. فكان عندي معلومات انه في عقوبات ماليه هتم توقيعها ولكن ده ما حصلش. لكن المشهد اللي حصل ده اعتقد هيخلي المسابقه يعني تمشي بشكل كويس، يعني ما يتكررش نفس المشهد تاني. لا خلاص هيتكرر فين بقى؟ محدش هيقدر، لان المشهد اللي كانوا عايزين يروحوا بيه في هذه المباراه فكره الظرف القهري او مش الظرف القهري، لان لو الظرف القهري يبقى مش انسحاب. فعارف المشهد ده لو كان ماشي في اطار الظرف القهري واللجنه خدت قرار في اطار الظرف القهري كنت هقول لك المسابقه دي اتدمرت. لو خدت الظرف القهري كانت هتعيد الماتش. لا الظرف القهري على الاقل ثلاث نقط.
تحت الماتش. ما اعتقدش، ما اعتقد انه 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 ما كانش في ظرف قهر، لانه في تقارير للامن وفي ده اللي فرق، ده اللي فرق طبعا. وفي كلام مع الامن، واعتقد انه مش هياخدوا قرار زي ده الا لو كانوا متاكدين من قرارهم. وخلينا نعديه بقى لانه خلاص هو بقى امر واقع، بقى امر واقع. طيب المرحله الجايه بالنسبه للدوري، الفار هيتطبق امتى؟ هم قالوا مع بدايه الدور الثاني، ولكن اعتقد صعب. الماتشات في ماتش يوم الخميس هيبدا في الدور الثاني، وفي ماتشات اربع خميس جمعه. صعب. انت اول واحد قلت ما تقلقش مع بدايه الدور الثاني. لا مش ما إيه يعني، حصل؟ يعني الاسبوع ده لا يعني ممكن بالاسبوع اللي بعده يعني. حصلت حاجه؟ لا ما حصلش حاجه والله. لا لا ممكن هيتطبق بس مش الاسبوع ده. اعتقد انه يعني بعد اسبوعين او حاجه. طيب عايز اخد رايك في نقطه مهمه جدا والناس لسه ما اتكلمتش فيها. الاتحاد المصري عشان يطبق الفار راح لبعض الشركات الاعلانيه عشان لما ينزل لقطه متابعه الفار تكون برعايه كذا، واخد بالك؟ وهذه الفكره لها علاقه بالصرف على تنفيذ التقنيه في الدوري المصري، هتبقى مكلفه، فراح لشركات اعلانيه هيكون لها علاقه بالصرف على هذه التقنيه. هل ده هيكون في مشكله مع الراعي الرسمي للدوري المصري او الانديه اللي متعاقده مع وكالات اعلانيه بالنسبه للماتشات الفتره الجايه؟ لا ما اعتقدش، اعتقد ان ممكن يكون في اتفاق مع الشركه الراعيه. يعني اعتقد ان ممكن يكون اتفاق مع الشركه الراعيه. مش اصلي حق الهايلايتس بتاع الفار، هل ده حق الاتحاد ولا حق الانديه؟ خد بالك ده قضيه كبيره جدا، الفتره الجايه هيبقى فيها مشكله كبيره، لان الاتحاد عشان يحل المشكله بتاع تنفيذ الفار راح جاب شركات اعلانيه عشان تبقى مسؤوله عن تنفيذ التقنيه، ولما تنزل لك اللقطه تقول لك برعايه كذا مثلا. معايا؟ يعني الاتحاد باع الفار، لقطه الفار رعايه مثلا، من حقه؟ مش من حقه. لا طبعا. المباراه 90 دقيقه ملك للشركه الراعيه. حقوق تكاليف الانتاج هي بتاعه الشركه الراعيه. يعني المباراه على الهواء 90 دقيقه، يعني هل انت دلوقتي تقدر تاخد لقطه وتذاعها واحنا شغالين؟ لا لا. فلا اعتقد ممكن تعمل مشكله. طبعا هتعمل مشكله طبعا. طيب عدم وضوح الرؤيه بالنسبه للجنه المؤقته في هذا الملف تحديدا، لان اعلاميا ما شرحوش للناس تنفيذ التقنيه ازاي مع الفتره الجايه، يعني ما شرحوش التنفيذ ده هيتم التعامل بيه ازاي مع الفتره الجايه. هو فين كابتن جمال الغندور؟ يعني فين كابتن جمال الغندور؟ كابتن جمال الغندور ما بشوفوش غير في الرياضيه السعوديه بيحل مباريات الدوري السعودي. يعني لم اراه مطلقا على لا على اي قناه مصريه بيتكلم ولا بيقول، ولا هو بس عمل بوست كده لما لما خلصت لما الايفاب وافق على ان احنا نطبق تقنيه الفار، وقعد وادى ال 20 حكم والقصه اللي حصلت دي، عمل بوست شكر فيه كل الناس الا محمد فضل. يعني فحاجه غريبه جدا. وخلاص يعني ما شفناهوش تاني بعد كده. يعني اتمنى انه يعني نشوفه تاني. يعني طب الدورات اللي بتعمل في الانديه حاليا سواء في انبا او المقاولين، مين اللي بيقوم بيها؟ يعني عشان يشرحوا للانديه او يشرحوا للعيبه؟ الناس من لجنه الحكام. من لجنه الحكام. هي بس كمان انت هتطبق الفار ازاي؟ اصل الفار يعني انت حالات الفار المعروفه معروفه، انت مش اربع خمس حالات، مش كل ما حد يكح في الملعب هتقول عنده كورونا وتروح للفار. يعني ما يعني ما ما هي لازم تبقى الناس عارفه. انت قلقان من مشهد الفار الفتره الجايه؟ طبعا الآن مش مطمن. طبعا طبعا، ده هتلاقي ناس عايز يشوف واحد صاحبه فيقول له تعال نشوف الفار. يعني هتلاقي الموضوع، لا هتلاقي الموضوع كوميدي. يعني هتلاقي اي لعيب بيزق لعيب فيقول له تعال نشوف الفار الحكم. يعني هتلاقي حاجات لطيفه جدا، حاجات لطيفه جدا. طيب الجزء الثاني المتعلق بالمرحله الجايه للمنتخبات الوطنيه، احنا خلاص بدايه شهر مارس والمنتخب عنده معسكر، بتتكلم في 21/3 او 22/3. معلوماتك في الملف ده، الاخبار ايه بالنسبه للمنتخب الاول والمنتخب الاول؟ والله لو الكابتن حسام البدري عنده معلومات يبقى انا عندي معلومات. منتخب عنده ازاي؟ منتخب عنده تجمع يوم 23، ده خلال ساعات هتطلع القائمه. اليوم الاثنين هيطلع، يوم الاحد او الاثنين. وبعدها هيطلع قائمه المحليين. منتخب عنده هيتجمع يوم 23، عنده مباراه يوم 26 مع توجو هنا، بعد كده هيروح يلعب توجو يوم 29 في توجو. واعتقد المباراتين دول فاصلتين في مشوارك في افريقيا، في مشوارك الكابتن حسام البدري كله مع منتخب مصر. يعني لا مشواره كله ولا البطوله الافريقيه؟ كله. لا مشواره كله. ليه؟ ما هو لسه عنده تصفيات كاس عالم تاني. انت بتاني لا والله، اصلي ما اصلي هو متعاقد لغايه تصفيات كاس العالم. ربنا يوفقه. يعني كابتن حسام البدري اللعيبه هتتجمع يوم 23، هيتمرن 24 ويسافر يتمرن 25 على 26. الحقيقه انا مشفق عليه. يعني انا رغم تحفظي الكامل على كابتن حسام البدري، ولكن انا مشفق عليه. ليه؟
لان المنتخب المصري ما اتجمعش من نوفمبر. مفيش اجنده العالم كله كده. المنتخب المصري بمجموعه المحترفين كلها ما اتجمعش مع المحليين. اعتقد انه انا وجهه نظري لو انا مدير فني منتخب مصر العب على المضمون والعب باخر تشكيله لعب بيها اجيري. ما افتيش يعني اللي خسر فيها ماتش جنوب افريقيا ما يفتيش لان اللعيبه دي هي اللي حافظه بعض وهي اللي هتقدر. بس العالم كله ماشي كده، احنا ليه عاملين عشان انت أزمة. عشان انت في مدير فني جديد وفي قوة. هو جديد ومش جديد لانه برضه هو برضه قماشه الدوري المصري عارف اللعيبه كلها. انت دلوقتي ينفع النهارده انت تمسك النادي الاهلي او تمسك اي فريق في الدوري وتيجي تلعب بيه اول ماتش لعيبه تجمعها النهارده وتلعب بيها وتغير في التشكيل 5-6 وتلعب بيها بعد 3 ايام؟ لا انا مش في قليل الحقيقه، عشان برضه نكون واضحين، انا متحفظ تماما على كل تصريحاته وكل ما حدث في السابق، ولكن انا مش عليه في الماتشين دول بالذات لان هم بالنسبه له اصلا عنق زجاجه. محدش هيقبل اي نتائج غير فوز في مباراتين، لانك وانت عندك نقطه واحده، انت التالت او الاخير في المجموعه تقريبا مع جزر القمر والنايجر باين ولا انا نسيت المجموعه والله. كينيا وتوجو كينيا وتوجو وجزر القمر القمر، فانت انت الاخير تقريبا في المجموعه. الحقيقه لو سالت حد دلوقتي مجموعه مصر مين في التصفيات مش حد فاكر. كينيا وجزر القمر وتوجو انت لازم تكسب الماتشين ذهابا وعلى الاقل لو اربع نقط مثلا، على الاقل لازم تاخد منهم اربع نقط. فالحقيقه انا مشفق عليه جدا لان محمد صلاح لم ينضم لمنتخب مصر منذ كاس الامم. ما لعبش معاه خالص. المفروض ان في تكتيك جديد هيتعمل، المفروض ان في حاجات كتيره المفروض بتتعمل، فاعتقد انه ده مش هينفع في 24 ساعه. اتمنى ربنا يوفق. في الاخر ده منتخب مصر، يعني في الاخر وقت ما الماتش هيبدا و90 دقيقه هتبدا كلنا في ظهر الكابتن حسام وكلنا معاه وكلنا هنساند منتخبنا. واتمنى انه يقدر يفوز، عشان ما ينفعش مصر ما تروحش كاس الامم تاني. احنا قعدنا ثلاث مرات ما بنروحش، يعني ما ينفعش ما نروحش تاني يعني. طيب مشهد اختيار اللعيبه الفتره الجايه، هل عندك مفاجآت في الاختيارات اللي جايه؟ لا ما اعتقدش، اعتقد انه هياخد مجموعه كبيره من لعيبه المنتخب الاولمبي. الاولمبي بس هيكون نفس التوقيت معسكر لكابتن شوقي غريب. هو قال انه في كابتن شوقي غريب، اعتقد انه بنسبه 90% هو لم يعلنه حتى الان، ولكن منتخب مصر هيلعب مباراتين في دبي يوم 26 و 29 قدام كرواتيا على ما اعتقد، 29 قدام الارجنتين. هي دوره رباعيه فيها الارجنتين وكرواتيا ومصر والسعوديه، ولكن مش مصر والسعوديه مش هيلعبوا بعض. اعتقد انه كابتن شوقي متفاهم تماما فكره انضمام لبعض اللاعبين المنتخب الاولمبي، وفكره كمان التداول الكلام على تاجيل اولمبياد طوكيو لديسمبر. اعتقد بقت من الحاجات المتداوله دلوقتي ان البطوله ممكن تتاجل لديسمبر. ده لو حصل هيكون من حسن حظ منتخب مصر طبعا. مش من حسن حظه قوي، لان انت لو عايز تاخد صلاح او عايز تاخد حجازي او عايز تاخد ثلاث لعيبه محترفين اعتقد هيبقى صعب جدا، لانك هتبقى في عز عشان مش في الاجنده مع الدولات الاوروبيه. فاعتقد انه مفيش حد اوروبي هيروح. طب وانت عندك شك ان اصلا لو اولمبياد طوكيو اتلعبت في شهر 7 صلاح هيروح ولا مش هيروح؟ اعتقد انه صلاح عايز يروح. عايز يروح بس مدير اعماله كان كتب تويته كده من حوالي اسبوعين انه لسه مفيش اتفاق، حب يعمل التاتش يعني بتاعه. لسه مفيش اتفاق، ولا اعتقد ان محمد عايز يروح. طيب في نقطه مهمه جدا لتصريحات للكابتن محمد بركات شفتها خلال الساعات اللي فاتت، وطلعوا اتكلموا على فكره بعض اللعيبه اللي موقوفه حاليا بقرارات لجنه الانضباط مش هيتم الاستعانه بيها الفتره الجايه بالنسبه لمعسكرات المنتخب. انت مع القرار ده ولا ضد القرار ده؟ لان سبق قبل كده مش مع التبرير. ما انا اقول لك سبق قبل كده الاجهزه الفنيه اخرى كان في لعيبه موقوفه او لعيبه عندها مشاكل كبيره وهربت والمنتخب كان بيضمها. انا مش مع التبرير. انت مش محتاج يا كابتن حسام او يا كابتن بركات محتاج تبرر انت مش هتاخد احمد عويس ليه لمعسكر المنتخب اللي جاي. دي رؤيه فنيه. يعني تعلن القايمه وبس. تعلن القايمه وخلاص. انما اصل كهربا احنا خدناه قبل كده وراهنا وكان كويس، ولكن لازم يا كهربا تلتزم، انت مش جاي تربيه. انت حضرتك هو مخطئ لنفسه كويس لنفسه. انت ليك ان انت تختار المجموعه اللي تؤدي الغرض واللي تؤدي المستوى اللي انت عايزه. وانت ليك مطلق الحريه تضم فلان او ما تضمش فلان. انت مش جاي قاضي، انت جاي مدير منتخب او مدير فني لمنتخب مصر، ضم اللي انت عايزه محدش هيحاسبك. انت في الاخر اللي هتتحاسب على النتائج، سواء ضميت كهربا او ما ضميتش كهربا، سواء ضميت شيكابالا او ما ضميتش، ضم اللي انت عايزه ما تضمش اللي انت عايزه. في الاخر انت اللي هتتحاسب مش انا. دي رؤيه فنيه، قول ان دي رؤيه فنيه، انما انا ما ضمتوش اصله عشان عمل كذا. حقيقه ما يعني انت يعني هو الموضوع مش تربيه، مش مسؤوليته يعني مش مسؤوليتك. يعني مش مسؤوليتك انت. هل انت خلاص يعني انت كمحمد بركات او ككابتن حسام البدري قررت ان كهربا مخطئ في الفعل ده؟ طيب
اشمعنى كهربا اللي مخطئ؟ ما هو في اطراف كتير جدا في الازمه. طب هنروح بعيد ليه؟ نفترض مثلا، نفترض وده طبعا مش هيحصل عشان محمد صلاح اسم كبير وقيمه كبيره، محمد صلاح في الدوري الانجليزي حصل انفعال في اي مباراه من المباريات وخد مثلا عقوبه 3 ماتشات مش هيلعب، وعندك معسكر، هتضمه ولا مش هتضمه؟ لا ما انا بقول لك هو مش من حقه. لا بديك مثال، انت دلوقتي هيضمه ولا مش هيضمه؟ انت بقرارك وكلامك وتصريحاتك دي يا كابتن بركات اللي هي نبع من اتفاق مع كابتن حسام البدري، اكيد تنسيق مع الجهاز، بتقر ان كهربا مخطئ وبتاخد موقف بناء على ان كهربا مخطئ، رغم ان انت لا شفت فيديوهات. طيب اللجنه على حسب كلام اعضاء اللجنه، لجنه الانضباط، وحسب كلام كابتن محمد فضل، ان هم شافوا فيديوهات وشافوا انت هل انت شفت ده؟ يعني هل انت رحت قبل ما تطلع بالتصريحات اللي انت قلتها شفت الفيديوهات واتفرجت؟ لا 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 كهربا مخطئ؟ اعتقد لا ده ما حصلش. فلازم انت الاول قبل ما تقول الكلام ده تبقى واخد بالك ان انت مدير فني او مدير جهاز لمنتخب مصر مش لنادي او للاعب، انت خد قرارك واختار اللي انت عايزه، محدش هيحاسبك. اتسرعوا في التصريحات؟ مع فكره ان انا هبقى عايز ابقى كويس واقول للناس انا كويس وباخد موقف تربوي، الحقيقه ما انا بحب، يعني انا بحبهاش. مش دور الجهاز الفني كمان طبعا، لان سبق قبل كده الكابتن حسن خلاص شحاته، ما انت ما يعني كابتن حسن شحاته كان بيضم لعيبه هربانه من انديتها وكانت عندها مشاكل في الاتحاد الدولي وكانت في عقوبات تطلع ضدها وكان بيضمها وما كانش بتلعب. ما هو بالظبط، فالمقياس هنا مش فكره اصله بيلعب اصله ما بيلعبش. انا بقول لك هي انت يا كابتن بركات، يا كابتن حسام، يا كابتن احمد ايوب، انت مش لازم كابتن تبرر. كابتن طارق مصطفى، كابتن سيد، يعني مش لازم تبرر انت ما خدتش فلان ليه. انت لك مطلق الحريه تضم لاعب مبطل كوره، يعني ممكن تضم كابتن احمد الكاس دلوقتي عشان يلعب، ما عنديش مشكله خالص. انت في الاخر لما احمد الكاس ينزل الملعب وما يقديش انت لا تتسأل. لما احمد الكاس ينزل الملعب ويجيب جولين هنقول الله كابتن حسام البدري كان صاحب رؤيه واختيار جيد. انما انت تطلع تبرر اصل انا مش هاخد كهربا، ما حدش قال لك، ما حدش اصلا سالك انت مش هاخد كهربا ليه. ولو اعلن القائمه من غير كهربا ما حدش هيقول له، ما حدش هيقول لك لان اوريدي كهربا ما بيلعبش، يعني كهربا يعني مش بيشارك. ليه ما خده ما كانش بيلعب؟ خده ما كانش بيلعب، ما دي قصه ثانيه. كان راس الحربه الاساسي هو اول الهدف الوحيد اصلا كان كهربا. يعني انت المنتخب مصر احرز هدفين في مباراتين وديهم، احرزهم حمدي فتحي قبل ان يصاب في مع المنتخب، والهدف الثالث احرزه كهربا. فالحقيقه انت يا كابتن حسام كل قدرتك الهجوميه احرزهم، اللعيب اتصاب ومشي، ولعيب انت بتقول ان هو مش هيكون معايا الفتره مش هيكون معايا الفتره الجايه. فالحقيقه يعني رجع خبر، يعني انا عمال اسند في الراجل وانت رجعتني تاني. لا والله الاحداث اللي بتفرض نفسها. انا ما قصدتش حاجه. طيب هل ممكن المحترفين اللي هينضموا للمنتخب هتتوقف الفكره على اختيار حجاز مصاب على صلاح وتريزيجيه فقط؟ اعتقد هو امبارح فتح المجال، امبارح تصريحات وبقيه تصريحات كابتن بركات فتح المجال لعوده عمرو ورده وقال ان احنا ما عندناش مشكله مع عمرو مش في قرار اتحاد بخصوص عمرو ورده؟ قال ان ما فيش قرارات وانه خلاص احنا هو تعاقب بما فيه الكفايه وخلاص مش ما عندناش مشكله معاه. وده برده بيرجعنا لفكره انه انت لو معيارك ايه؟ يعني انت هل انت مدرس تربيه وطنيه ومدرس دين، ولا هل انت لا ما عندناش الكلام ده؟ يعني الفكره انا يعني ما تدخلش في المهاترات دي يا كابتن بركات، ما تدخلش في فكره انا خدت عشان فلان وما خدتش عشان فلان. لا خد او ما تاخدش وما تبررش، واشتغل وربنا يكرمكم وتكسبوا. اعتقد ان هي هتقف على تريزيجيه، واحنا عندنا محترفين اصلا. المحمدي ليه ما بيتاخدش؟ المحمدي كان اساسي في نهائي كاس الرابطه، ممكن لانه بيقال ان فتحوا المجال لعوده احمد محمد، كان موجود اساسا في نهائي كاس الرابطه ما بين استون فيلا مع بالظبط احداث كاس الامم برضو مانشستر سيتي، ممكن تكون عامله غيمه شويه على ضم احمد محمدي. ولكن ممكن ينضم، ولكن في الحقيقه ان هو صلاح وتريزيجيه. صلاح وحجازي قالوا امبارح انه ممكن قدامه 10 ايام ويبقى جاهز، وممكن ينضم او ما ينضمش، الله اعلم. تمام، طيب كلمه اخيره تختم بها حوارك او لو في رساله عايز توجهها. اتمنى ان شاء الله الثلاث الجاي نحتفل هنا بفوز النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى في نص النهائي، ومسانده جماهير النادي الاهلي للفريق رائعه، واتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه يا رب في مباريات دور الثمانيه، الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز، ونتمنى نشوف الاربع فرق ان شاء الله في سيمي فاينال. نعدي بس ماتش يوم السبت والكل متشوق لموقع نصف النهائي ان شاء الله. هتتلعب في شهر رمضان وربنا يوفق كمان فريق الوداد او النجم ايا كان، بس انت عارف انت ايه دور الثمانيه سان داونز ان شاء الله باذن الله نصف النهائي الوداد
انت بتتكلم في فرق يعني كان ليك مواجهات ليهم في البطولات السابقه. اعتقد البطوله دي هتكون فمؤشرات كده تدي تحدي. البطوله دي لطيفه باذن الله وربنا يكرمنا فيها باذن الله يا رب باذن الله. انا متفائل. نورتني وشرفتني يا ابو حميد ودايما موفق وبستمتع جدا بالحوار معاك. شكرا محمد، وانا ببقى سعيد جدا وانا موجود مع محمد سعيد. الله يخليك يا احمد، تسلم كلك ذوق. فقره كانت مهمه جدا مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس، وقد امكن حاولنا نقرب شويه من الاحداث والصوره اللي موجوده سواء في الاحداث المحليه او الاحداث الافريقيه، لكن يا رب باذن الله كل يوم واحنا معاكم بنتمنى وبندعو ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه السبت القادم، تقدر تشتغل وتقدر تعمل كل حاجه وتشتغل على التفاصيل الصغيره، لكن في النهايه عنصر التوفيق مهم جدا في كره القدم، ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه السبت ويقدر يتخطى هذه المواجهه المصريه والحاسمه. بعد الفاصل زميلي العزيز محمد الصو في ضيافته الكاتب الصحفي والمؤرخ والناقد الرياضي الاستاذ سعيد وهبه، ومحضر لكم مفاجاه بالتاكيد هتكون مهمه لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وثيقه تاريخيه هسيبهم بقى في الحلقه دي ان شاء الله يقدموها بالنسبه لكل المشاهدين بالنسبه للمرحله اللي جايه. بشكر حضراتكم والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.